الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نعم، بدأ المصنف بعد ذلك بكتاب النكاح، وهو من العقود الشريفة التي حث عليها الشرع. نعم، وهو من سنن المرسلين. قوله وهو من سنن المرسلين، أي أن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم جلهم كان متزوجا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك الزواج فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني، حينما قال بعض أصحابه: لا أنكح النساء. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث موجه للشباب، فيقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، والباءة المقصود بها القدرة المالية على الزواج والرغبة في الزواج، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهذا هو النية من الزواج، فإن المرأة إذا أراد أن يتزوج فلينوي بزواجه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من غض البصر وإحصان الفرج، وما بعد ذلك فإنه يكون تبعا. قال: ومن لم يستطع، أي الزواج، لم يستطع الباءة والزواج، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء كالرض، حين ذاك فإنه يكون مخففا لرغبته. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. نعم، متفق عليه. تنكح المرأة لأربع تحت من أمرين: إما إخبار، وإما إنشاء، يعني أنه يشرع نكاح المرأة لهذه الأربع. أولها لمالها، فإن المرأة إذا كانت ذات مال رغب فيها كما في حديث الربيع. وحسبها، المراد بالحسب أمور نسبها ومكانة أهلها من شرف ونحوه، وكذلك أيضا ما يكون في علم ونحوه، فإنه يسمى حسبا. قال: وجمالها، وهذا واضح، ودينها. قال العلماء: ولم يذكر الخلق، لأن من أعظم الدين الخلق، فمهما كثرت عبادة المرء وساء خلقه فإنه قد نقص دينه، ولذا فإن معرفة الخلق من الدين، ولا شك أن هذا من الدين، كما أن بذل الصدقات من الدين، لكنها لا تنفع صاحبه يوم القيامة إلا بالتوحيد. ولما كان الخلق من تمام الدين لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لتبعه له. نعم، وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة. نعم، قال: أول شيء يتخير ذات الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذه مسألة مهمة، فإن الله عز وجل قد ذكر صفات المرأة الصالحة في كتابه، فقال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قوله صالحات، أي صالحات في دينهن، صالحات في معاملاتهن، مطيعات لأمر الله عز وجل. قانتات، قال سفيان بن عيينة: المراد بالقانتة الطائعة التي تطيع زوجها، فتطيعه إذا أمرها، وتنزجر عند زجره ونهيه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، أي تحفظ زوجها في غيبه كما تحفظه بحضرته، تحفظه في نفسها، وتحفظه في ولدها، وتحفظه في مالها، وتحفظه في بيته، فلا تدخل بيته ولا توطئ فراشه أحدا إلا بإذنه. إذا اجتمع لرجل هذه الصفات الثلاث في زوجه، فإنه قد حيزت له الدنيا كلها حقيقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السعادة في ثلاث، ومنها المرأة الصالحة. ولذا فلما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية، قرأها وهي قراءة أحد، وهي حجة عند أصحابنا، قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فاحفظوهن. أي إذا كانت عندك مثل هذه الزوجة فاستمسك بها وعض عليها بنواجذك، فقلما يوجد من النساء من تطبق عليها هذه الصفات. ولذا فإن المؤمنة تسعى لامتثال هذه الصفات الثلاث في كتاب الله، والمؤمن إذا رأى هذه الصفات الثلاث هانت عنده كل صفة نقص بعدها. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. المؤمن طالب العلم إنما ينظر لهذه الصفات، هي صفات الكمال، ما عدا ذلك من الصفات مغفورة.
وما عدا ذلك من الصفات يغض عنها الطرف، هذه هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم السعادة فيها. نعم. قال والحسب، لماذا يراد بالحسب؟ لا لأجل المباهاة، قالوا لأن المرأة يكون أبناؤه شبيهين بأهل أمه، والعرب تقول أشبه الناس بالرجل أسباطه، فأبناء بنت الرجل هم أشبه الناس به، ذكر ذلك الزبير بن بكار. ولذا قيل إن أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا سبطاه الحسن والحسين رضي الله عنهما وعن أبيهما وأمهما. فالمقصود من هذا أن الحسب مؤثر، كما أن الخالة مؤثر. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم؟ فهذا يدل على أن الحسب وهم قرابة المرأة أبوها خاصة وأخوتها مؤثرون في طباع الابن. قال الودود الولود، أي الودود لزوجها، الولود التي تنجب الحسيب عرفناه. وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. نعم، إما جرت العادة بكشفه كالوجه والشعر واليدين ونحو ذلك. ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يخطب المسلم على خطبة أخيه. ومعنى الخطبة على الخطبة يعني أن يتقدم رجل لامرأة فيخطبها ثم يخطب الثاني، فهذا محرم. بل قال بعض أهل العلم كالشيخ تقي الدين إنه يجوز للأول أن يفسخ نكاح الثاني إذا تزوج من شدة النهي. طيب، متى يجوز لرجل أن يخطب امرأة خطبها غيره؟ قالوا في حالات. الحالة الأولى التي ذكرها المصنف هنا قال حتى يأذن، أي يأذن الخاطب الأول، وإذنه إما صراحة أو سكوتا. فلو قال سأخطب فلانة وسكت الخاطب الأول صرت نص على فقهاؤنا أنه بحكم الإذن، فالسكوت هنا إذن. الأمر الثاني قال أو يترك. هنا يترك تحتمل يترك أو يترك، فإما أن يترك بمعنى أن يترك هو الخطبة ولا يرجع إلى تلك المرأة ويطيل عليهم في الرجوع، فحينئذ يجوز لآخر أن يخطبها تلك المرأة. أو يترك بأن يرد فترد المرأة ذلك الخاطب. قالوا والعبرة بمن يرد إنما بالمرأة لا بوليها. صورة ذلك لو أن رجلا خطب امرأة أبوها وأمها يريدانه وهي لا تريده، أي البنت، وجاء خاطب آخر، نقول ما دامت المرأة لا تريد فيجوز لك أن تخطب، لأن المراد بالرد من البنت لأنها ذات المرادة، وإنما يكون لوليها متى ما كانت دون الأهلية في ولاية الإجبار. الحالة الثالثة إذا كان جاهلا لا يعلم فإنه لا إثم عليه، فإذا خطب على خطبة أخيه لا إثم عليه. هنا مسألة فقط يظنها بعض الناس، يقول بعض الناس إذا جاءني خاطب أول ثم جاءني خاطب ثان فهل يجوز أن أرد الأول وأقبل الثاني أم لا؟ نقول إذا كان الثاني ليس خاطبا على الخطبة، بمعنى الصورة المحرمة ذكرناها قبل قليل بأن كان الخاطب الثاني ليس عالما بخطبة الأول أو وجود الصور السابقة التي ذكرت، فنقول لك الحق أو للمرأة الحق أن تقبل الخاطب الثاني وتترك الأول. وأما إن كان الثاني خاطبا على الخطبة فلا تقبل خطبته ولا تزوجه، فإن أول قدومه كان للنهي. بل قال بعض أهل العلم والشيخ تقي الدين إن النكاح لا يصح فقط. إذن ليس كل خاطب ثان لا يزوج، بل إذا كان خاطبا عن الخطبة بأن كان منهيا عنه، في الصورة ذكرناها قبل قليل بقيودها. ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. نعم، المعتدة سواء كانت معتدة من طلاق أو معتدة من وفاة فإنه لا يجوز التصريح بخطبتها مطلقا ولو كان الطلاق بائنا. ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره لقوله. نعم، يقول الشيخ ويجوز التعريض في خطبة البائن. من هي البائن؟ قال بموت، بأن مات عنها زوجها أو غيره. البائن بغير الموت إما بفسخ أو بطلاق، وسيأتي إن شاء الله من هي البائن بطلاق وسيردها المصنف. إذن البائن قد تكون بموت وقد تكون بفسخ وقد تكون بطلاق، والبائن بالطلاق أربع صور أو ثلاث سيردها المصنف. لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم أو أكننتم وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الدار قطني
عرض في خطبته لأم سلمة، فإن أم سلمة رضي الله عنها لما مات زوجها أبو سلمة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أنا رسول الله وأنا خير، قالوا فذلك تعريض منه صلى الله عليه وسلم بالخطبة. وجاء أن عمر بن عبد العزيز رأى امرأة قد مات زوجها يعرفها من قراباته وكانت تضرب وجهها، أي كانت معتدة بعد الوفاة، فقال لا تضربي فإن لنا غرضا، وهذا من باب التعريض. فهذه صورة التعريض، إما أن يذكر صفته لكن لا يصرح بالخطبة. نعم. وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب أو لا تفوتيني نفسك ونحوها. نعم، هذه صور التعريض، وأما التصريح فلا يجوز. وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات رواه أهل السنن، والثلاث الآيات فسرها بعضهم وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الآية الأولى من سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم، هذه الآيات مع خطبة الحاجة هي مستحبة عند عقد النكاح، بل من شدة تأكيدها كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا حضر عقد نكاح ولم تقل فيه هذه الخطبة بالآيات خرج، من شدة تأكيد استحباب قراءة هذه الخطبة. ومن يقول هذه الخطبة؟ إما أن يقولها الناكح نفسه فيقولها ثم يقول أرغب بالزواج من فلانة فيقول أبوها زوجتك ثم يقول قبلت، أو أن يكون وليها هو الذي يقولها، أو يكون هناك طرف ثالث. وقد استحب العلماء أن يقول هذه الخطبة رجل صالح، ولذا من كلامهم، ولكن بزماننا يستحب أن تختار لمن يعقد لك بأن يقول هذه الخطبة رجل صالح، فإنه يرجى بدعائه إن شاء الله عز وجل اليمنى في هذا الزواج. ولا يجب إلا قال ولا يجب، أي ولا ينعقد النكاح إلا بالإجاب والقبول، والإجاب والقبول هما ركنا النكاح. الإجاب هو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك. نعم، الإجاب والقبول في النكاح مهم جدا، لأن النكاح لا ينعقد إلا باللفظ، وانتبه لهذه المسألة، ولذلك قال المصنف ولا يجب إلا بالإجاب والقبول، فلا ينعقد بالفعل عكس البيع فإنه ينعقد بالمعاطاة، ولا ينعقد بالكتابة، فلو أن رجلا كتب عقدا ووقع عليه نقول لم ينعقد عقد النكاح حتى يقول الأب زوجتك ابنتي ويقول الابن قبلت النكاح، فلا بد من التلفظ بالنكاح. إذن لا بد من أن يكون الإجاب والقبول قولا. هذا الإجاب والقبول احتيط له في باب النكاح ما لم يحتط في غيره، فقال فقهاؤنا إنه لا بد أن يكون الإجاب والقبول بالصريح دون الكنائي، ولذا عدوا لنا الألفاظ الصريحة، قالوا وليس للإجاب والقبول وليس للنكاح ألفاظ كنائية وإنما هي ألفاظ صريحة فقط، هذا من باب الاحتياط، لأن أهم عقد وأخطر عقده عقد النكاح. كما أنهم ذكروا أن الإجابة والقبول لا بد أن يكون بالعربية لمن كان يحسنها، وأما من لم يحسن العربية فيجوز له أن يوجب وأن يقبل بلسانه ولا يلزمه تعلم العربية، بخلاف العبادات كالتكبير والقراءة فيلزم تعلم العربية. أيضا مما قالوه، قالوا إن الإجابة والقبول يجب أن يتقدم الإجاب فيه القبول، ولا يصح أن يتقدم القبول على الإجاب، مثل ما قلنا في البيع، البيع يصح أن يتقدم القبول على الإجاب، أما النكاح فيجب أن يتقدم الإجاب على القبول، فيقول زوجتك ابنتي فيقول قبلت، فلو تقدم القبول على الإجاب لم ينعقد عقد النكاح، مثل أن يقول زوجني ابنتك فيقول زوجتك لم ينعقد حتى يقول قبلت. الأمر الرابع أنهم يقولون إن الإجابة والقبول لا بد أن يكون متواليين في مجلس واحد،
فلو كان غير متواليين بأن فصل بينهما فاصل طويل ولو كان مجلسا واحدا لم ينعقد. كذلك مما ذكروه أيضا أن الإجابة لا بد فيه من التعيين، وسيأتي أظن لا لم يذكرها المصنف، سيأتي أن العلماء يقولون لا بد فيه من التعيين، فيقول زوجتك ابنتي فاطمة أو رقية أو زينب، أو يقول ابنتي هذه أو الطويلة ونحو ذلك. كل هذه الأمور تدلنا على أن عقد النكاح عقد خطير، فقد جعل الشارع ومن ثم اجتهاد الفقهاء له شروطا قوية ليفرق بين النكاح والسفاح، ولكي يعظم هذا النكاح في النفوس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم أخذتموهن بكتاب الله وبعهده سبحانه وتعالى، فبكتاب الله أخذ، فالأمر خطير، فيحتاط له في الابتداء ويحتاط له في الاستدامة. بدأ في الإجاب، قال الإجاب هو اللفظ الصادر من الولي. مفهوم هذه الجملة أنه لا يصح الإجاب بغير كلام، لأنه قال لفظ، وقوله الصادر من الولي أي لا بد أن يكون المتلفظ به الولي، فلا توجب المرأة عن نفسها، إذ الولي سيأتي تفصيله. قال كقوله زوجتك أو أنكحتك. هنا قوله كقوله، بعض العلماء يقولون لا ينعقد إلا بزوجتك وأنكحتك، وعبر المصنف بالتمثيل لأن بعض أهل العلم يجيز، يقول إن وجد لفظ يقوم مقام هذا اللفظ فإنه يكون كذلك. والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه. نعم، طبعا بالنسبة زوجتك وأنكحتك لا ينعقد به النكاح إلا مع التعيين، بأن يقول زوجتك ابنتي هذه أو زوجتك ابنتي فاطمة ونحو ذلك. أما زوجتك ويسكت من غير تعيين لا ينعقد، فلا بد من النص. قال والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، نائب الزوج هو وكيله أو وليه، كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت، فيجوز في القبول أن لا ينص على التعيين، لأن عندهم قاعدة أن الجواب معاد في السؤال، والقبول معاد في والقبول والسؤال معاد في الجواب، والإجاب معاد في القبول. فقوله قبلت كأنه قال قبلت ما تلفظت به من الإجاب. طبعا عبارة المصنف ونحوه يعني لأن المصنف يرى الرأي الثاني أنه قد أن ألفاظ النكاح بالإجاب والقبول ليست محصورة على خلاف المشهور. نعم. باب شروط النكاح. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن شروط النكاح التي لا بد من توفرها، فإن اختل واحد منها لم ينعقد النكاح. أولها ولا بد فيه من رضا الزوجين، أي الزوج والزوجة معا، فلا بد أن يرضيا. دليل ذلك ما جاء أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي قد زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها لها، فقالت أما وقد رددت النكاح إلي فإني قد أمضيت ما أمضى أبي، ولكني أردت أن يعلم الناس أن أردت أن يعلم النساء أن لهن في أمرهن خيارة. فالمرأة لا بد من رضاها، لكن إن كانت الولاية، احفظ هذه الجملة، إن كانت الولاية ولاية اختيار فلا بد أن يكون رضاها مقارنا للعقد أو قبله، وإن كانت الولاية ولاية إجبار فيجوز أن يكون رضاها متراخيا عن العقد، بمعنى أن تزوج من غير إجبارها من غير رضاها، ثم إذا كانت من أهل الرضا بالغة عاقلة لها الحق أن تفسخ النكاح. مثل تلك المرأة زوجها أبوها فصح نكاحها ثم أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم فسخ النكاح. نعم. إلا الصغيرة فيجبرها أبوها. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن ولاية الإجبار، فذكر أن من ولاية الإجبار الصغيرة، وهي التي تكون دون سن البلوغ، فإنه يجوز لأبيها أن يجبرها على النكاح، فهي عليها ولاية إجبار. طيب، عندنا هنا بس مسألة، هل تزويج الصغيرة جائز؟ نقول نعم، والمراد بالصغيرة من دون سن البلوغ. هل هذا فيه ضرر أم لا؟ نقول أولا انظر للقيود الشرعية ثم احكم بعد ذلك هل الضرر موجود أم ليس كذلك. أولا نقول لا يجوز أن يزوج من دون البلوغ أحد من الأولياء إلا أبوها فقط، لا الجد لا الابن لا الأخ لا العم، كلهم لا يزوجون، فليست ولاية الإجبار إلا للأب فقط. والظن في أكثر بل كل الناس أن الأب عنده من الشفقة والرحمة والإحسان لابنته الشيء الكثير، هذا واحد. ثانيا أن الصغيرة إذا زوجت
فإنها لا تمكن من زوجها حتى تصل سن التمكين، لا تمكن. بعض الناس يقول كيف صغير تزوج؟ نعم تزوج تبقى عند أبيها يصرف عليها زوجها وهي عند أبيها، لكن لا تمكن حتى تصل سن التمكين. الأمر الثالث أنها إذا بلغت أصبح لها اختيار، فلها أن تمضي العقد ولها أن تفسخه من حين إرادتها، وما مضى فإن نفقتها لها. ولذلك لا يزوج هنا إلا لمصلحة، مثل ما جاء أن بعض الصحابة وأظنه الزبير تزوج امرأة وقال إنه ليس لي حاجة بالنساء ولكني أردت أن ترث، أبغاها ترث، أنا على وشك موت وأريدها أن ترث مع من يرث، فتزوجها وورثت. عمر رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي قال ليس لي رغبة ولكنني أريد أن أتصل بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل نسب منقطع إلا نسبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يتزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لو تأملت في الوضع قد لا يكون فيه تلك الغضاضة التي يكبرها بعض الناس ويجعلونها من عظائم الأمور، ولذلك فإنها أندر من النادر وجودها، لكنها حكم شرعي كما أن نشرح العتق وهو كذلك أندر من النادر، فهذه الصورة كذلك قد تكون أندر من النادر لكن بالشروط الشرعية. نعم. والأمة يجبرها سيدها. نعم. والأمة ولو كانت يعني كبيرة فلسيدها أن يزوجها من شاء، ولا بد فيه من الولي. نعم. هذا الشرط الثاني وهو الولي، دليله قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة. نعم. هذا الحديث صححه الأئمة كعلي بن المديني والبخاري وغيرهم من أهل العلم، وأحمد أيضا صححه، وجاء في بعض ألفاظه فأيما امرأة تزوجت بلا ولي فنكاحها باطل باطل باطل، نطقه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أن الولي شرط في النكاح. ما معنى كونه شرطا؟ أي أنه يوجب في النكاح فيقول زوجتك. والولي إنما شرع لا لأجل أن يتكلم فقط، وإنما هذا الصفة الشكلية له، وإنما شرع لحكمة، فإن وجود الولي يقصد منه أن يبحث للمرأة عن الصالح، فإذا تقدم للمرأة رجل ربما، وهذا الغالب في النساء لا يعرفن الرجال، ولربما انخدعت بكلام منه أو ثناء بعض نسوة عليه، فيأتي دور الولي بالبحث عنه أهو أهل أم ليس أهلا. ولذلك فإن الكفاءة حق للولي والأولياء، فهم الذين ينظرون في كفاءته في خلقه وفي صنعته وفي ماله وفي حسبه ونحو ذلك، هذا من جهة. من جهة أخرى أن دور الولي أنه إذا لم يتقدم لموليته رجل أن يبحث لها عن زوج. عمر رضي الله عنه لما تأيمت بنته حفصة ماذا فعل؟ عرضها على عثمان، ثم عرضها على أبي بكر، فسكت أبو بكر، ثم قال له أبو بكر إني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم له رغبة فيها. انظر الولي حقيقة دوره إذا تأيمت موليته بحث لها عن زوج. إذن هي تكليف أكثر من قولي كون الرجل يأتي ويحضر المجلس ويشرب فنجان قهوة ويقول زوجتك، وإنما هي بحث للأصلح ونظر في حال الزوج الأنسب، ولأجل ذلك شرع. ولكي يكون معلنا فأقل ما يكون فيه الإعلان عند أهلها ومعرفتهم أن يحضر وليها من الرجال فيعرف أهلها أن قريبتهم قد تزوجت. نعم. بدأ يتكلم في أحق الناس بالولاية فقال وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا. نعم. قال أبوها أي مباشر، وإن علا أي أولى الناس بالتزويج أبوها ووصيه يقوم مقامه، فأبوها ثم وصيه ثم جدها وإن علا، بشرط أن يكون مدليا بذكور خلص، أبو الأبي أو أبو أبي الأبي أو أبو أبي الأبي وهكذا. ثم ابنها وإن نزل. قال ثم ابنها أي يلي في الأولوية الابن المباشر، لأن أم سلمة زوجها ابنها عمر رضي الله عنه. قال وإن نزل كابن الابن بشرط أن يكون قد أدلى بذكور خلص. ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. يعني مثل ما تقدم معنا في الجهات، فيأتي الأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم بنو العمومة، الأقرب فالأقرب من العصوب من العصبات. إن استووا في درجة واحدة، امرأة لها ثلاثة إخوة أشقة أو أربعة، اختارت هي من شاءت أن يزوجها من إخوتها فيزوجها من شاءت منهم. نعم.
وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. نعم، قال هنا: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، يدلنا على أن عقد النكاح للأيم وهي الثيب لا يصح حتى تصرح بالإذن، حتى تصرح بالإذن، أي لا بد أن تأذن الإذن الصريح. هذا واحد. ثانيا، انظر الحكم الثاني: لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأيم وبين البكر، دل على أن البكر لا يلزم إذنها عند العقد، ليس بلازم، ولذلك فإن البكر عليها ولاية إجبار. فإن بعض النساء إذا كانت بكرة قد لمهابة الزواج تمتنع عن الزواج، فترفض أن تتزوج لو اشترطنا إذنها الصريح، ولذلك فإن الشارع أجاز لوليها أن يزوجها، لكن يبقى النكاح معلقا على رضاها. بعض الناس يتهيب أشياء كثيرة، وخاصة الزواج للنساء المخدرات التي لم يعرفن الرجال، ولذا فإن على البكر ولاية إجبار لأبيها فقط دون من عداه من الأولياء، وهذا فائدة التفريق بين الأيم وغيرها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تنكح البكر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. هذا عند أهل العلم محمول على الندب، لأن الاستئذان هنا ليس من باب الاستئمار، الاستئمار هو الإذن الصريح بأن تقول زوجني، وهنا الاستئذان على سبيل الندب، فيندب أن تستأذن البكر، فإن رضيت قبل النكاح فقد استمر رضاها بعد ذلك، ويندب كذلك أن تستأذن أمها، فإن الأم أعلم بإذنها. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وبعض أهل العلم يقول: أن تبكي، وبعضهم يقول: أن تضحك، وهذا يختلف باختلاف البلدان، وبعضهم يقول: أن تضرب الخباء، فلكل يعني قوم عرفهم وعادتهم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح. رواه أحمد. نعم، أعلن النكاح، هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق شتى يشهد بعضها لبعض. وإعلان النكاح نوعان: إعلان واجب وإعلان مندوب. ذكر المصنف هذين النوعين في كلامه فقال: ومن إعلانه شهادة عدلين. نعم، شهادة العدلين هذا هو الإعلان الواجب الذي لا ينعقد النكاح إلا به، فلا بد في كل نكاح من وجود شاهدين عدلين، والمراد بالشاهدين العدلين أي أن يكون ذكرين فلا تقبل شهادة النساء في النكاح، ولا بد أن تكون العدالة ظاهرة ولا يلزم أن تكون باطنة، لأن لو اشترطنا العدالة الباطنة ترتب عليه ضرر. وإشهاره. نعم، إشهاره وإظهاره على المشهور على سبيل الندب. وذهب بعض أهل العلم كالإمام مالك والرواية الثانية مذهب أحمد أنه على سبيل الوجوب، ويقابل الإشهار والإظهار ما يسمى عند بعض الناس بنكاح السر، وهو النكاح الذي يتواصى الولي والزوج والزوجة والشاهدان على كتمانه. فبعض أهل العلم، وهي الرواية الثانية مذهب أحمد، أن النكاح باطل لعموم أعلن النكاح، وقيل إن النكاح صحيح وعلى العموم، فإن هذا النكاح فيه شبهة قوية، ولذا فإن المسلم لا يتزوج نكاح سر، بل لا بد أن يكون نكاحه نكاحا معلنا. نعم، فقهاؤنا يقولون أقل الإعلان وهو الحد الموجب الواجب شاهدان فقط، لكن نقول يجب إشهاره، فإن فرق ما بين النكاح والسفاح إعلان النكاح. نعم. وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه. نعم، من إعلانه وإشهاره وجود الوليمة، من إعلانه وإشهاره ضرب الدف عليه، فقد جاء في بعض ألفاظ الحديث: أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف، فدل ذلك على أن هذا من باب الإشهار، وضرب الدف مشروع للرجال والنساء معا على المشهور في النكاح. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفءا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. نعم، قال: وليس للولي أن يزوج موليته بغير كفء لها، حرام عليه ذلك، يحرم على الولي أن يزوج موليته من ليس كفءا. وما هي الكفاءة؟ أولا، الكفاءة في الدين، بمعنى أن يكون الزوج فاسقا، فليس له أن يزوج فاسقا ببرة. الثاني، الكفاءة في المال، فليس له أن يزوجها إلا بإذن. ثالثا، الكفاءة في الصنعة. رابعا، الكفاءة في الحسب،
ذكر المصنف أن العرب بعضهم أكفاء لبعض، وذكر غير ذلك أيضا، لكن لو زوجها فالعقد صحيح. والعلماء يقولون إن الكفاءة ليست شرطا للصحة، وإنما هي شرط للزوم، هذا هو المعتمد عندهم. نعم. فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفؤا زوجها الحاكم، كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. يقول الشيخ إذا عدم الولي بأن لم يكن للمرأة ولي مطلقا، أو كان لها ولي لكن غاب غيبة طويلة، تعبير المصنف بالغيبة الطويلة حسن، لأن الفقهاء قديما كانوا يقولون إن المراد بالغيبة بأن يغيب مسافة قصر، والآن مسافة القصر يمكن أن تقطع في أقل من ساعة أحيانا أو في ساعة على أقصى تقدير، ولذا فإن عبارة المصنف أدق، فجعل المناطق أدق، وهو الأولى أن تكون الغيبة غيبة طويلة لا يمكن الوصول إليه إلا بمشقة. أو امتنع من تزويجها وهو العضل، فإنه إذا منع المرأة من تزويج كفئها وقد طلبت ذلك، يجب أن تكون قد طلبت التزويج ومنعها الزواج من كفئها فقد عضلها. إذا وجد واحد من هذه الأمور الثلاثة فقد انتقلت الولاية منه إلى من بعده بدون حكم حاكم، فتنتقل من الأب إلى الجد ومن الجد إلى الابن وهكذا بدون حكم حاكم، هذا هو المعتمد. فإن لم يوجد فإن الحاكم يقوم مقامهم، هذا هو المعتمد في عند فقهائنا. لكن القضاء عندنا على ما ذكره المصنف أنه عند العضل تنتقل مباشرة إلى القاضي، وأخذ القضاء عندنا بهذا القول الذي مشى على المصنف وهو الرواية الثانية مذهب أحمد لأجل درء الخصومات بين الأولياء، فإن كثيرا من المشاكل بين الأب وابنه تكون بسبب ذلك، فيتولى القاضي ابتداء عقد النكاح عند العضل، وإجراؤه سهل جدا جدا. يعني إذا رفعت المرأة لمحكمة الأحوال الشخصية أن وليها قد عضلها في جلستين فقط ربما أو أكثر بقليل، يزوجها القاضي بعد النظر الصحيح إذا استوفت الشروط التي أشرت لبعضها قبل قليل. طيب، قال زوجها الحاكم. العلماء يقولون إن المرأة يزوجها وليها، فإن لم يكن لها ولي زوجها الحاكم أو نائبه، فالحاكم هو ولي أمر المسلمين، نائبه هو القاضي أو قاضي الأحوال الشخصية. فإن لم يكن في البلد سلطان اللي هو الحاكم، قالوا زوجها ذو سلطان، مثل بلاد الأقليات لا يوجد فيها حاكم، فنقول زوجهم ذو سلطان كدهقان القرية وهو رئيس القرية ومختارها أو رئيس القبيلة، أو قالوا من ذي السلطان أن يكون المرء إمام مسجد، فإن إمامة المسجد فيها سلطان، لا يؤمن الرجل في سلطانه ويجعل منه الإمام الراتب فيكون ذا سلطان. طيب، فإن لم يكن في البلدة ذو سلطان، ما في مساجد أصلا لها أئمة، قال يزوجها رجل من المسلمين، تختار رجلا من المسلمين يزوجها، هي تختار أي رجل زوجني، كما أنه إذا لم يكن في البلد سلطان وكان فيه أكثر من ذي سلطان أكثر من مسجد فلها أن تختار من شاءت من مساجد في البلد فيزوجها. فإن لم يكن سلطان ولا نائبه ولا ذو سلطان ولا رجل من المسلمين، قالوا تزوج نفسها، وهذه قد توجد وقد سئلت عنها في أحد البلدان، يقولون أقرب بلد فيها مسلمون يبعد عنا أكثر من 500 كيلو، بلد لا يوجد فيها، أنا سئلت لا أقول لك فرض الفقهاء، في بلد لا يوجد فيها إلا رجل مسلم وامرأة مسلمة كيف يتزوجان؟ فنقول تزوج نفسها، لأنه لا يوجد أحد من الدرجات الأربعة ذكرت لكم. نعم. ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. قال ولا بد من التعيين في الإيجاب، من يقع عليها العقد أي الزوجة، فلا يصح زوجتك بنتي ويسكت وله بنتان أو ثلاث أو أربع، قال حتى يميزها باسمها فيقول فاطمة أو رقية أو زينب أو عائشة ونحو ذلك، أو وصفها أي يعينها أو يعينها بوصفها، كأن يقول الطويلة أو الأولى أو الكبيرة أو هذه ويشير إليها. نعم. ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين وهي المذكورة في باب المحرمات. نعم. في النكاح. ولا بد انتفاء الموانع التي سيذكرها بعد قليل في باب المحرمات في النكاح. نعم، أخذها بسرعة. باب المحرمات في النكاح. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن المحرمات في النكاح، أي النساء التي يحرم نكاحهن
وذكر أنها قسمة محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. نعم، قوله محرمات إلى الأبد يعني إلى حين الوفاة، وأما المحرمات إلى الأمد فإنه إلى أجل وقد يجوز نكاحهن في حال. فالمحرمات إلى الأبد سبع. المحرمات إلى الأبد غير هذه السبع التي ذكرها المصنف، هناك غيرها مثل الملاعنة وغيرها لم يذكرها المصنف. نعم، فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب وهن. نعم، أول المحرمات إلى الأبد سبع من النسب أي بالقرابة، وهن طبعا وردت الآية التي سيوردها بعد قليل. والأمهات وإن علون. الأمهات وإن علون سواء أدلينا بإناث أو أدلينا بذكور. والبنات وإن نزلنا ولو من بنات البنت. نعم، قوله ولو من بنات الابن بنات البنت أي سواء كنا وارثات أو غير وارثات فإنهن محرمات. والأخوات مطلقة سواء كنا شقيقات أو لأب أو لأم. وبناتهن أي وبنات الأخوات مطلقا كذلك. وبنات الإخوة. وبنات الإخوة سواء كان الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم. والعمات والخالات له أو لأحد أصوله. أو لأحد أصولك عمات وخالات الأب أو عمات وخالات الأم أو الجد والجدة ونحو ذلك. وسبع من الرضاع نظير المذكورات. قال وسبع من الرضاع محرمات وهن مقابلات المذكورات، وهي الأم من الرضاعة والجدة من الرضاعة والبنت من الرضاعة والأخت من الرضاعة وبنت الأخت من الرضاعة وبنت الأخ من الرضاعة والعمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة. مثالها بسرعة: من أرضعت شخصا فهي أمه، وأمها جدته، وأم زوجها تكون جدته كذلك. من أرضعت زوجته بنتا فإن هذه البنت تكون بنتا له إذا كان رضاعها من لبنه أي اللبن الذر بسببه، وكذلك بناتها. من ارتضع هو وامرأة من امرأة ثانية فإن المرأة فإن التي ارتضعت معه تكون أختا له من الرضاعة، كما أن بنات المرأة التي أرضعته يكن بنات له، وبناتهن كذلك محرمات أخوات له، وبناتهن يكن محرمات عليه. ومثله يقال في بنات الإخوة. العمات: من ارتضع من امرأة فإن زوجها الذي ثاب الحليب بسبب حمل منه أخته تكون عمة للولد الذي ارتضع، وأخت الأم التي أرضعته تكون خالة له. نعم. وأربع من الصهر أي بالمصاهرة. نعم، وهن أمهات الزوجات. أمهات الزوجات وإن علونا وأمهات نسائكم، يعني نعم، وإن علونا كجدتها. وبناتهن وإن نزلن. نعم، إذا كان قد دخل بأمهاتهن. نعم، بنات الزوجة لا يحرمن إلا إذا كان قد دخل بأمهن. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وزوجات الآباء وإن علونا. نعم، زوجات الآباء كذلك محرمات بعقد النكاح. وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع. نعم، قوله من نسب أو رضاع يرجع للأمور الأربع، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يشمل نسب الولادة ونسب الصهر معه. والأصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها. نعم، هذه الآية هي التي فيها المحرمات في النكاح. وقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، متفق عليه. نعم، قوله يحرم من النسب يدل على تحريم النسب المتقدم، وقوله من الولادة يدل على النسب والمصاهرة معه. وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين. نعم، لا يجوز الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة مقرابة أو قرابة تحريم، بمعنى لو أن إحدى المرأتين ذكر والأخرى أنثى فإنه لا يجوز لواحدة منهن أن تتزوج بها، فلا يجوز الجمع بينهما. فالجمع بين الأختين في كتاب الله لا يجوز، والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها أيضا في كتاب الله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم للحديث الذي في الصحيحين، وفي معناه كل قرابة تكون ذات محرم، فلا يجمع بين المرأة وبنت ابن ابن أخيها أو بنت ابن ابن أختها، فإنها داخلة في عموم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. نعم، لحديث غيلان: وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء. نعم، ما دام بالملك واضح. وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي. نعم، لحديث غيلان لما أسلم وعنده عشر من النسوة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا وأن يفارق ما عداهن،
أما لو كان المرء مسلما وتزوج أكثر من أربع وهو جاهل بالحكم فنقول إن الخامسة وما بعدها نكاحها باطل. أما الذي تزوجهن قبل الإسلام فهو الذي يختار، لا نقول الأوائل نكاحهن صحيح. طيب لو كان المرء عالما بالحكم وتزوج فوق أربع فنقول هذا زنا فيقام عليه وعليها حد الزنا إن كانت عالمة، وإن أنجب ولدا فإن الولد لا ينسب لمن جاء بسبب من مائه لأن الولد ولد زنا. نعم. وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها. نعم. لما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي فلا يكون مولي وليا في النكاح. ونقل القاضي عياض، لا أدري أنا في شرح مسلم أو في المشارق، أن في بعض النسخ لا ينكح المحرم ولا ينكح، فحينئذ يكون معنى الحديث متوجها للمرأة. ونسبت هذا الكلام لعياض لما؟ لأن في بعض كتب الأدب يعيبون على من قرأ هذا الحديث بلفظ ولا ينكح، ولكنه جاء في الرواية. نعم. والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. المرأة إذا كانت معتدة من غير فلا يجوز لرجل أن يتزوجها ولو كانت الفرقة بائنة. والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. نعم. لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. نعم. سيأتي أيضا أن المطلقة ثلاثا وهي البائنة بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا بد أن يكون النكاح نكاحا صحيحا، وأن يكون نكاح رغبة، وأن يكون فيه وطء. ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. طيب يقول يجوز للشخص أن يملك أختين من باب الملك فقط فتكونان للخدمة مثلا، يقول لكن إذا وطئ واحدة من هاتين الأختين لم يجوز له أن يطأ أختها ويبقى ملكه على أختها، لكن لا يجوز له الوطء. قال حتى يحرم الموطوءة الأولى التي وطئها أولا. وكيف يكون تحريمها؟ قال بإخراجها عن ملكه بأن يبيعها أو يهبها لغيره، فحينئذ لا يجوز له وطئها بإخراجها عن ملكه. قال أو يزوجها بعد الاستبراء بأن يتستبرئ منه بحيضة لأجل استبراء الرحم من الحمل، ثم يزوجها إما قنا أو حرا لا يجد طولا، لأن مالك الأمة إذا زوج أمته حرم عليه أن ينظر إليها إلى حد معين كما عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحرم عليه وطئها كذلك إذا كانت مزوجة الأمة. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام. نعم. قال الشيخ والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة، وقال إنما الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم، فدل ذلك على أنه ما كان قبل الفطام. بعض العلماء وهو المشهور عند فقهائنا أنهم يقدرون الفطام بحولين للفظ جاء أظن عند الدارقطني أنه ما كان في الحولين، وبناء عليه فإن التقدير بالحولين يقولون تقدير على سبيل التحديد، فلو تأخر الرضاع عن الحولين ولو بدقيقة فإنه ليس بمحرم. هذا واحد. بعض أهل العلم وهي الرواية الثانية جعلوا التحريم معلقا بالفطام وهو الذي مشى عليه المصنف، ومعنى الفطام أن الصبية أو البنت قد ينفطم قبل السنتين، قد ينفطم قبل السنتين، فبعض الناس يمتنع من الرضاعة بعد ستة أشهر وبعضهم بعد سنة، فنقول كل رضاع بعد فطامه بحيث أن لا يكون الحليب طعاما له فإنه ليس بمحرم. هذا رأي المصنف. وبناء على ذلك فإن قول المصنف ما كان قبل الفطام يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن نوجهه على المشهور فنقول إن المراد بما قبل الفطام أي بما قبل الفطام المعتاد وهما الحولان، وإن قلنا وجهناها على الرواية الثانية فيكون مطلق الفطام إذا كان أقل من الحولين، لأن من شرط ألا يجاوز الحولين وهو خمس رضاعات فأكثر. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها كان مما نزل في القرآن عشر رضاعات محرمات فنسخنا بخمس محرمات، فلا بد أن يكون خمس رضاعات، ولا بد أن يفصل بين كل فصلة بين كل رضعة ورضعة بترك الثدي ولو لأجل التنفس، ولو كانت الرضعة الأولى غير مشبعة
فلا يلزم أن تكون الرضعة مشبعة، بل يلزم أن تكون مفصولا بين الرضاعات، ولو لأجل نفس أو لأجل عطاس أو لأجل، ولو كان بغير إرادته، كأن تكون مرضعته هي التي أبعدت الثدي عنه. وقوله رضعات لا يلزم أن يكون بالتقام ثدي، بل قد يكون محلوبا فيسقاه، فكل سقية برضعة. نعم، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. نعم، فالطفل الذي ارتضع وأولاده يكونون أولادا للمرضعة التي أرضعته، وكان اللبن منها، ولصاحب اللبن أي الذي ثاب اللبن وهي زوجة له. لكن انتبه، عندنا هنا مسألة، العلماء يقولون ليس كل لبن يكون محرما على المشهور إلا إذا كان اللبن ثاب بسبب حمل، يعني وهي حامل ثاب اللبن، بعض النساء يخرج اللبن منها وهي حامل، أو ثاب اللبن بعد الولادة سواء ولد حيا أو ميتا. وأما إذا ثاب اللبن بغير حمل، مثل أن تأكل المرأة بعض الهرمونات، فالمشهور عند فقهائنا أنه لا ينشر الحرمة، والرواية الثانية أنه ينشر الحرمة، فالمسألة فيها خلاف. وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. نعم، هذه المسألة مشهورة التي يسميها العلماء بلبن الفحل، ويقول العلماء فيه يسمونه إن لبن الفحل محرم. الفحل ليس له لبن، ولكن معناه أن اللبن الذي ارتضع منه الصبي ثاب بسبب حمل من هذا الرجل، فلما ثاب بسبب حمل هذا الرجل نسب إليه فسميناه لبن الفحل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فإنه عمك من الرضاعة، فدل ذلك على أن الحرمة تنتشر من جهة الأم ومن جهة الأب معا. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله عز وجل غدا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.